يسألوا من الله سبحانه وتعالى. احنا كنطلبوا الرضا ديال الله. ولهذا فهذا الذي جمعنا أول مرة هو أول إكرام يكرمنا الله به، وهذا الذي أنتم عليه وتريدون أن تربوا وتدعوا إليه الآخرين. أنا كنشوفكم راه ملي كنشوفكم وكنشوف البنيات وكنشوف هذا الشيء تنعرف بلي كل واحد فيكم راه مجال هنا، حتى كانوا والديه خايفين عليه، والديها خايفين عليها، وحتى أنتم ما كتقولوا فين الطريق حنا غاديين. واليوم الحزب في إطار استكمال إعادة تجديد الهياكل ديالو، وحدة المؤسسات الأساسية ديال الحزب والهيئات الموازية ديالو هي الشبيبة. حنا كأمانة عامة ديال الحزب لا يمكن إلا أن ندعم تنظيم شبابي قوي يمارس السياسة بنفسها الشبابي. والمؤتمر اليوم هذه محطة نتمنى من الشباب ديالنا، شباب العدالة والتنمية، أنهم يجددوا فيها الأفق السياسي ديالهم، يحضر عندهم النقاش بعمق سياسي حقيقي، لأنه البلاد كما ترون فيها ماشي غير فراغ ولكن فيها شبه انسحاب عام للشباب المغربي من الساحة الحزبية أساساً. واخا باقيين كيمارسوا السياسة بشكل من الأشكال في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن الانتماء الحزبي عند الشباب المغربي أصبح ضامرا. لذلك أنا اللي كيهمني شخصيا هو أنه يحضر نقاش عنده بعد سياسي حقيقي، والشبيبات تستشرف الأفق ديال المستقبل ديالها بأي صورة ستحضر وبأي توجه وبأي نفس سياسي ونضالي اللي محتاج به المغرب في هذه المرحلة. بالنسبة للتقرير الشبابي هو تقرير علمي دقيق، يعني يرصد الواقع ديال الشباب وخصوصا في المجال ديال السياسات العموميه الموجهه للشباب ومدى الملائمه ديالها والنجاعه ديالها والاشكالات التي تعتريها. على كل حال هذا التقرير كيكون علمي، كنصدروه في كل مؤتمر، كيكون معنا التقرير من هذا النوع، ويكون موضوع نقاش على كل حال، وينقح ويمكن ان يعرف بعض الافكار الجديده خلال الورشه المخصصه لهذا الموضوع هذا. ولكن المؤكد اليوم ان شبيبه العداله والتنميه الحمد لله بخير من خلال النجاح الكبير الذي عرفته، لا الجلسات الجلسه الافتتاحيه ولا الجلسات اللي انعقدت البارح والجلسه اللي انعقدت صبيحه اليوم ولا الجلسه العامه ولا الجلسات على كل حال اللي غتنعقد ان شاء الله في المساء وفي صبيحه الغد. مؤكد ان الحماس الكبير الذي يناقش به الشباب، ان الوعي الكبير الذي يتضح من خلال النقاش والقضايا التي اثرها الشباب، الحمد لله انا مطمئن على مستقبل شبيبه العداله والتنميه، متاكد انها غتمشي في ان شاء الله في نفس المسار في مراكز كانت الفعل النضالي الشبابي الراشد، ولا يمكن لشبيبات من هذا النوع الا ان تتبوا المقدمه ديال الشبيبات الحزبيه في بلادنا، ولما لا لشعب ديال الشبيبه وصل الى تجاوز حدود المغرب، وسيظل كذلك صوره مشرقه للشباب المغربي لدى الشباب العربي ولدى شباب المنطقه، ولما لا الضيوف ديالنا في الملتقيات وفي الانشطه ديالنا كيكونوا ليسوا فقط عرب ولكن من الدول الاسلاميه بل من الدول الغربيه ايضا، ينقلون صوره جيده صوره جميله عن الشباب المغربي، وهذا مهم جدا لنا كشبيبه ولكن لبلادنا ولشباب بلادنا ككل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.